من شتوك شاش من شتوك شاش أجي خيالي أجي من شتوك شاش أجي من شتوك شاش أجي من شتوك شاش لا من شتوك شاش من شتوك شاش لا شتوك غير الورق وي هو ما تخافش تدور أنا حول ولا قوة إلا بالله صورنا ربي ماشي مشكلة غير حلا بعد ما تركل كاع بلا بغيت خاطر تيدخل لومبيلونس ونهضر معاه واخا واخا يلاه باش ما يبقاش السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي جزيل إذا مشاهدينا متابعي قناة فاس بريس مشاهدينا كي شفتوا هذا السيد هذا نزاع كي شفتوا نزاع عائلي بين باش نزاع بين الجيران مشاهدينا الكرام على نزاع الارض كي سبق القناه ديال فيس بريس انها دوزت هذا الموضوع كيؤدي الى الضرب والجرح بعضياتهم جيران ادى ان هذا السيد هذاك شتيوه خرج من المحكمه انه مسكين طرف من الرجل ديالو تقاصت مشاهدينا الكرام نحاولوا نقربكم منه يحكي لنا التفاصيل شنو قالوا له في المحكمه السلام عليكم اليوم كانت عندك الجلسه واخا غير شويه عليك اخويا غير شويه غير شويه ما تحركش حتى حاجه والو نحطوك غير هكا لا ماشي ما يكون بس اوكي سي فاري اليوم كانت الجلسه شنو المخرجات ديال الجلسه ديال اليوم اخي المخرجات اخويا علاء كنشكروا بعض هاد القنوات فايس بريس والحدث 24 اللي ازروني في هاد المحنه ديالي من الاول حتى التالي كنشكروهم اش نقول لك المخرجات اللي كانت بان كانت هاد النهار هي اخر جلسه غتكون هي هاد النهار بالنسبه القاضي ديال الجلسه راه بالنسبه شاف داك الصور ديال الحاله حاله واش فهمتي واخا يكون الانسان يهودي يتاسف لها حاله لان نطق هو مع دوك المجرمين قال لهم هاد السيده تقبضوا فيهم بالزهره هذه بالزهره درتو في هاد السيد قال لهم مغزفين عليه قال لهم كثر من الجهد وهذا هو شنو كاين اخويا علاء وكنطلب الله من هاد القاضي واش فهمتي راه شاف الحاله وشاف شنو كاين بالنسبه دابا لهاد الثلاثه ديال المجرمين اللي هما راه الاعتقال نطلبوا الله واش فهمتي ينالوا الجزاء ديالهم وينالوا اشد العقوبات وبالنسبه اخويا على الثلاثه الاخرين اللي مازالين واش فهمتي وجوج صراح وواحد لحد الان ما سمعتش منه النيابه العامه بحال ما كاينش في هذا الملف نطلبوا الله من النيابه العامه اخويا على نوض وتفتح تحقيق في هذا الملف لان لا بقات البلاد غاديه بهذه الوسيله ديال واش فهمتي اللي واش فهمتي سخن عليه راسو يجن ويضرب عباد الله ولا كذا قالوا ما غتبقاش واش مسير الاستقرار في هذه البلاد ما نبقاوش مستقرين وانا الانسان في هذا الوقت كيقلب يد كيدابس غير على طرف الخبز غير مع غير على طرف الخبز دابا ولا الانسان واش مسير يدير في بحر النزار هادشي راه ماشي نقول لك هادشي راه ولا كيخلع انا بالنسبه لي هاد الناس ضيعوني في صحتي وانا الموعد ديال جوج العائلات انا الموعد ديالهم شكون غيكون بهاد جوج العائلات ملي كنوض مع الفجر وانا كنسبق جيب لهاد العائله جيب لهاد العائله دابا المصير ديالي ها هو واش همسي حاجه وحده باش نوض باش يبرد لي باش واخا يعطيوني اللي عطاوني ويديروا اللي داروا ما غيفاجئولكش هاد الغل ما غيفاجئولكش ما ترجع لك الصحه كنطلبوا دابا من القضاء كيقول له الاخر لان القضاء غادي بواحد المساطير وواحد القوانين بواحد المادات غادي كنطلبوا من القضاء هاد الناس ياخذوا اشد العقوبات ديالهم جزريه لان هاد الناس خصهم يكونوا عبرة الناس وحدين اخرين حدا اخر لا شاف وحدا اخر خدا واحد الجزاء جزري راه ما غيولي شويه ديال الخوف ولكن ملي كيسمع واش مسي وضرب وعطى الفلوس ولا ضرب ومشى عطى وغلقد والقد وخرج راه ما حاول شي واحد يدخل يعني بيناتكم دابا حاليا اخويا اش نقول لك وما واش مسي رغم ذلك هذا الشيء هذا هو خصهم يترانجاو كيفاش غترانجاو شنو نتراجعو نبيعو الدم ديالنا بيعونا دمنا واش فهمتي واخا نبقاو نمشيو في الارض ساحتين واش فهمتي وما نبيعوش دمنا اخويا ما نبيعوش الدم ديالنا بتاتا لان كبرنا رجال وعشنا رجال وغنموتو رجال لان والدينا ما رباوناش على شي حاجه سميتها مثلا بيع ولا شري النفس ديالك ما تربيناش عليها تربينا على واحد الرجوله والدينا قراونا ضربوا لينا تماره ربونا تربيه حسنه ما ربوناش تربيه باش نبيعوا الدمام ديالنا ولا نبيعوا الدم ديالنا انا كنطلب من القضاء هو يحسم
هو يحسب واليوم الدنيا وغدا الاخره، نبقى ما قد ما غنعيش. مصير الانسان 60 عام 70 عام وغايكون لقاء وغانولي نتلاقى، وغاتكون المحكمه العليا، محكمة اللي ما فيها شوى، ما فيها هادي وما فيها هادي. وبالنسبة لهذه المحكمة لهذه الهيئة كنشكروهم، ناس في المساواة، ناس في المساواة كنشكروهم، كنشكروهم حق الشكر، وقاضي في المساواة، والكل كيفتخر به، كيقول لك قاضي جزريم ما عندوش معاه هاوها ولا كذا، قاضي عنده مع النزاهة في العمل ديالو. هذا ما كنطلب واخا السفاري بالنسبة اللي كيبقى تبقى الرجل ديالها اخويا. الرجل اخويا راك شتي، راه البصر ديالها راه مبصور. كنطلبوا الله دابا غير داك الجرح، كي قال له الاخر ديالها يتعالج، يتعالج راه هنا كنعالجوه باش ما يتعفناش. هذا ما كنطلبه. وبالنسبه ليد اخويا على اليد، راه كي قال له الاخر الحياه ديالها بحالي، كي قال له الاخر عاد كتحيا انت وجديد. واخا السفاري، واش كطالب مثلا من المحكمة شي تعويضات على هاد الآهة المستديمة من هاد الناس، ولا كطالب غير بعقوبة ديال السالبة للحرية يعني السجن؟ اخويا على هو القانون بصفته، واخا انت ما غطالبش واش همتي بتعويضات نيابة عن المراكز. القانون. لا القانون واش همتي، القانون عندك ضروري ضروري خصك انت تطالب. هذا قانون كي مفروض عليك كضحيه، كيقول لك تعويضات. شنو هما التعويضات اللي كطالب بهم؟ هذا قانون. ولكن بالنسبه وشوف انا هاد الناس ما واش همتي ما عندهم ما غيعطيو. انا كنطلب واش همتي، كنطلب احكام جذريه، احكام جذريه. كي انا مثلا بحال دابا انا مرت اخي عالم، انا محروم، محروم حاليا، محروم من الفيسي، محروم وجمسي من الاكل، محروم من بالعاديه الامور، محروم منها. لا ما وكلونيش ما ناكلش، لا ما جلسونيش على ولا جابوا لي قرعه ما نخرجش براسي. هذه راه مسائل وجمسي ما كتسلب منها. واخا هو وجمسي راه داخل السجن ومسلوب الحريه، رغم ذلك وجمسي راه عنده، راه عنده كيحرك الاطراف ديالو. من الاطراف ديالي واش مشي الاطراف ديالي راكد عليا، لما جلسوني شو قعدوني وكلوني ما ناكلش، ما ناكلش. خويا الله يدير شي تاويض، الله يرحمكم الوالد. وكنشكروا هاد القنوات اللي كتعازرنا، كنشكروكم ونطلبوا من جميع من شاهد هاد اللايف يبارطاجيه، باش واش مشي باش توصل المعلومه وتكون عابره، وتكون عابره. هنا دابا تادينا وتقاسينا، وتكون عابره واش نمشي لهاد الشباب، وما تكونش الجوره بحال هكا، وما تكونش الجوره بحال هاد الشيء. والناس وتباعد الناس من صافي، مصلحه الانسان بعد منه، ما تضرب وما يضربك. وكاين العداله في البلاد، كاينه نيابه عامه توجه بشكايات، توجه كذا، وما توصلش لهاد الضرب، ما توصلش لهاد الضرب. والله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير اخويا، الله يشافيك. كسمتوا مشاهدي متبعي قناة فايس بريس، كتواجدنا امام السيد اللي كان نزاع عائلي اللي تفك بهذه الطريقه هذه، اللي ما كنتمناوش ان الاسر المغربيه انها توصل حتى لهذه الدرجه من العنف بعضياتهم. فاش يكون شي مشكل، كي قال السيد ان كاين القضاء، كاين الناس اللي يمكن لهم انه يفكوا المشكل. كنتمناو صادقين بان حتى الطرف الاخر اللي بغى يتواصل معنا مرحبا به، نعرفوا شنو وقع بالضبط ولاش وقع هذا الشيء بالضبط. وهنا مشاهدينا ومتابعي قناه فيس بريس كنشكركم على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ما تنساش دير ابوني الفيس بريس وتضغط على زر الجرس باش توصل بكل جديد.